بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عيد النيروز او عيد الشهداء او عيد راس السنه القبطيه الشهداء والشهاده في الكنيسه شيء يعني عجيب جدا. سفنومينا العالم مش قادر يفهمها، لكن بكل بساطة أنا كنت شايفكم قوي فرحانين بالزفة اللي ماشية دي. أنتوا عارفين ده تذكار إيه؟ يعني اللي شايل مارجرجس ده يوم قطع راسه، اللي شايل الشهداء ده يوم ذبحهم، يوم ما سال دمهم. كيف تحول الحزن إلى فرح؟ هنا لازم واحد ينتبه. ده يوم شهادة. العالم يوم الموت ده يوم الجناز، اللطم والحزن والأسود. كنيسة عجيبة أوي. يوم الاستشهاد يوم فرح ولحن فرايحي، ونقعد نصلي باللحن الفرايحي ده 17 يوم لغاية عيد الصليب. إيه السر؟ وبعدين يعني يمكن أغلب الشهداء اللي يعني كانوا في الزفة النهاردة، أنت لو تعرف تاريخهم دول كانوا يمكن لغاية القرن الثالث الميلادي. عاوز أقول إنها كان في بدايات المسيحية خالص خالص. يعني الإنجيل ده ابتدوا يجمعوه سنة 325 ولا حاجة، ده كان بعد عصور الاستشهاد دي كلها. مال كانوا ايه الناس دي؟ يعني استندوا على ايه الشهداء دي علشان يسلموا حياتهم بفرح للموت؟ هنا ده السر، ده السر اللي لازم ننتبه ليه. طبعا اللي سمع الانجيل الروح القدس بيشاور على السر ده، قال لك يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي. وجدوا إنسان شهيد ده فخبأه، ومن الفرح مضى وباع كل ما كان له. السر ده الكنز، قال للمسيح ملكوت السماوات يشبه ملكوت السماوات. رجل تاجر يطلب جواهر وجد لؤلؤة واحدة ثمينة، مضى وباع كل ما اشتراه. بيبيع وبيترك بفرح، مش هو ده الشهيد؟ بس اللي أنا أحب ألتفت إليه وإنتوا، كيف وصل ليهم الملكوت؟ خدوا الكنز ده إزاي؟ أهم حاجة مش بالمعرفة العقلية أبدا، لأنه ما كانش في إنجيل. وبعدين لو تقرأ لي كتابات الآباء الرسل بسيطة بسيطة خالص، اقرأ كده القديس يوحنا الرسائل بتاعته، كلام بسيط قوي قوي، وصية قديمة وصية جديدة، حبوا بعضكم، بس كده. طيب كيف أخذوا الملكوت؟ خدوه بالحياة، استلموه. نجح المسيح جدا، هو الملكوت، هو الحياة الأبدية. نجح المسيح خالص إنه يحط الحياة الأبدية في تلاميذه. يوحنا حبيبنا قال كده، الذي رأيناه الذي لمسته من جهة الحياة أنا أقول لكم به. ليه؟ لكي يكون لكم شركة معنا. فالمسيح هو الحياة الأبدية، هو الملكوت. وصلوا للإنسان إزاي؟ بالروح، بالولادة، مش بالمعرفة العقلية أبدا. حب. وبعدين نجحوا التلاميذ جدا، لأنك لما بتقرأ في سير الشهداء، وأنا بنعمة المسيح الشهر الجاي ده كله هتكلم على الشهداء وتاريخهم وفلسفتهم وكل عيناتهم، تستغرب جدا. منهم أطفال، منهم ناس حديث الإيمان بقالهم يوم،
منهم ناس ملوك وملكات، أمراء، أغنياء، فقراء، رجالة، ستات، شبان. إيه اللي كان عندهم؟ عندهم الملكوت، عندهم الحياة الأبدية. طب وإيه الحياة الأبدية دي؟ دي خلتهم يكحدوا كل حياة الأرض، ما عادتش تسوى عندهم. التفتوا للحياة الأبدية اللي استلموها بالروح، حبوها. شفنا الكلام ده مع التلاميذ وهم عايشين مع المسيح، يقولوا له ايه؟ احنا بطرس يقول له انا مستعد اموت علشانك. واحد تاني من التلاميذ يقول له ايه؟ احنا يلا جماعه التلاميذ يلا تعالوا نروح نموت معاه. ده ايه ده؟ ده مش بيحبوا الشخص، ده استلموا الحياه الابديه. هوية دي المسيحية. المسيحية هي علاقة بالمسيح. من هو المسيح؟ هو الله في الجسد. ما هو المسيحي؟ هو الله ساكن فيك، أنا فيهم وهم فيا. هو ده المسيح. برضه كنتوا فرحانين وكل عيل من عيالكم شايل له أيقونة كده، وكل واحد عمال يصور عيله هو شايل الأيقونة. حلو قوي قوي. بس أنا عاوز ألفت النظر إن المنظر اللي إحنا عملناه كده بفرح، أنا شفت الأمهات بتطلع التليفون وتصور فرحانة خالص. طب ما بالك بالأم اللي كان عيلها بيدبح، كانت بتعمل إيه دي؟ تصدق إنها كانت فرحانة برضك جدا. ما بالك بالأب وابنه بيستشهد فرحان، وبعدين ده بيشجعه. طبعا الكلام ده أنا هحكيه بالتفصيل في الأيام اللي جاية. لكن عندنا مثلا أيقونة رائعة اللي شدني للمنظر اللي انت كنت فيه ده، كان في 4 صبيان كده في الحقل وحاطين شويه بطيخ على الدابه وماشيين. قابلهم الوالي أريانوس وافتري، حب يشوف قد ايه الايمان بتاعهم. قال لهم تنكروا المسيح؟ قالوا لا. امهم قاعده في البيت سمعت الخبر ان الوالي مسك العيال الصبيان الاربع، طلعت تجري عشان تثبت إيمانهم، اسمها دولاجي. فظهرت لها الست العذراء أمنا وشجعت الأم دولاجي ووعدتها بالمكان المعد ليها معانا في يعني الصعوبة. جاب عيل يذبحوا على ركبتها وهي تشجع وتشجع وتشجع، وفي الآخر هي كمان اتقطعت رأسها. ونعيد لها النهاردة وفرح. إيه ده؟ هو ده الملكوت. بس سؤالي بقى المحرج ليا وليكم، نجح المسيح في توصيل الملكوت، نجحوا الأباء الرسل، نجحوا نجحوا نجحوا، إحنا فينا من دي؟ فينا بإحساسنا بالحياة الأبدية وتوصيلها لأولادنا؟ شوفوا العيل كان ماسك الأيقونة وسندها على صدره كده. لا، دوكها ما كانوش شايلينها، ده كانت منطبعة في حياتهم من العيل الصغير. بتسمع عن شهداء 9 سنين، ده عرف إيه من المعرفة؟ ولا حاجة. ولكن استلم الملكوت كحياة. دي حياة ملهاش دعوة بالمعرفة. ارتبطوا بالمسيح بالحب ونجحوا أهاليهم في يوصلوا لهم دي. بس أرجوك خلي بالك، الحياة الأبدية بتنتقل بالولادة. ولادة الروح لما المسيح جاب الملكوت جابه بالولادة، قال المولود من فوق. الحياة الأبدية بتستلمها من فوق، وإحنا الحياة الأبدية بناخدها من فوق وبنولدها، مش في أولاد الجسد.
الجسد ده ما كل العالم بيولد بالجسد، لكن الولادة بالروح يشوفوا فينا الحياة الأبدية، يشوفوها فينا فتنطبع فيهم. ده الكلمة اللي بقولها دي، ده مئات أو ألاف أمنوا لأنه شافوا واحد مسيحي في الحياة الأبدية. يقولوا إحنا نؤمن بإله أبو سيفين، إحنا نؤمن بإله، وإنت تعرفه منين؟ ده أنت جاي من وثنية وعبادة. إيه اللي خلى استلم الحياة؟ ما هياش فكرة. أنا وإنت علشان نسيب حاجة أشوف هاخد بيها إيه؟ اللي بيشتري حاجة يقول دي تسوى ولا ما تسواش، أطلع قد إيه عشان أشتري دي. الحياة الأبدية استلموها بالروح. الشهيد لما كان بيشهد للمسيح بيشهد بالحياة الأبدية، ده روح، فكانت تنتقل الروح لغير المؤمنين، يستلموا الروح ويحسوا بيها ويشاهدوها. شهيد شاهد، ويبقوا مستعدين يسيبوا الجسد وكل ممتلكات الجسد. أدي الحياة الأبدية، أدي الشهيد. ولكن هل الشهادة بس هي بسفك الدم؟ لا، في كلمة قالها العلامة أوريجينوس، وبرضك أوريجينوس ده كان من عيلة شهيد، أبوه شهيد، وكان يعني رايح للشهادة بس كان لسه صغير، فأمه خبت اللبس بتاعه عشان ما يروحش يموت. فاتكلم كلام بديع عن الشهادة، قال إن الاستشهاد الكامل ليس فقط علانية بل في الخفاء، كشهادة ضمير وإماتة من أجل الله. أهدي تنفعنا إحنا أوي، مش لازم شهادة الدم، ولكن شهادة في الخفاء، شهادة ضمير وإماتة من أجل الله، من أجل يسوع أنا أعيش نقي، من أجل يسوع أعيش طاهر، من أجل يسوع أعيش أمين، من أجل يسوع أغفر وسامح وأعيش الحياة الأبدية، لكي كل من يرانا يمجد المسيح، له المجد إلى الأبد، أمين. هللويا 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 اسمه